انت راجل سكره، احنا فنانين زي بعض على فكره يعني. انت اسمك ايه؟ الشاب سيد، حلاق وفنان لاول مره معا. حلاق وفنان؟ اه والله فنان عجبك قوي، وعايزك تجي للصالون بقى يا عم ابراهيم. والله لو جيت للصالون هروقك وارجعك شباب، هتطلع من الصالون عندي على الاستاد تلف التراك 16 مره. اه والله. بيقول لك مره واحد بيقول لصاحبه تلف التراك بتاع الاستاد في قد ايه؟ قال له لفه في سجارتين. حبيبي يا عم ابراهيم. مش عاجبني. طب ده مش حلو. طب انا هوريك حاجه بقى ما بطلعهاش غير الزباين الحلوين اللي زيي. ايه رايك؟ الله حلو. حاجه لسه ما نزلتش خالص. اسمعي ده بيعمل مزيكا. اه ده حلو قوي. وده كمان بيعمل مزيكا بس لحن تاني خالص. عجبوكي؟ اه ميرسي ميرسي. مبروك. ميرسي. باي باي. زبون كل يوم. الو الو. ايوه انا عبده فلاشر، زينه شبابك يا بلد. الله ماما. ايوه ماما، انا في محل شيك قوي يا ماما، قطع الغيار اللي فيه كلها بالمزيكا. اشوف يا ماما، خليكي معايا، ما تقلقيش يا ماما، انا خط مش كارت، انا نزيه قوي يا ماما. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ما لقيش حاجه عندكم عليها اغنيه صفيني مره؟ لا مفيش، في ظلموه. ينفع؟ لا ما ينفعش. طب شايف الحاجات الملعلطة اللي هناك دي؟ مالها؟ يا ريت تجيبي لي كل الواناتها، ويا ريت كل مقاساتها. من عينيا. ايوه ماما. نعم. قماش تنجيد. ايه يا ماما؟ بقول لك ده انا في محل حلو قوي يا ماما، وشيك قوي يا ماما، طلقه يا ماما. ادعي لي يا ماما. صباح الفل. شلطوني في الشنابر والكتاوت عندي ضربه. هي ضربه فعلا. في حاجه يا كابتن؟ احنا كده دخلنا في شجره. طب ما لاقيش عندكم حلاوه طحنيه؟ بس تكون بالبندق والمكسرات، عشان انا بحب الحلويات. عارف المحل اللي جنبينا؟ روح له هتلاقي عنده. يا بنت رحميني بقى، رحميني، انا خلاص مش طايق، مش طايق نفسي يا بنت. انا جاهز، جاهز قوي، جاهز خالص، جاهز على طول. طب ده انا بقى محضر لك حته الدين، اوضه كلها سيراميك، سقف سيراميك، حيطان سيراميك، عفش سيراميك، كله سيراميك في سيراميك، عشان نتزحلق مع بعضينا. طب يلا يا اخويا اتزحلق من هنا وورينا جمال خطوتك. عموما انا سداد، سداد قوي، هعدي عليك بالميكروباص بتاعي، ها اوصلك وانا ماشي، مكيف الهواء، عشان انا نزيه قوي واحب الطراوه واحب التطريه، تطريه قوي. الله. ايه يا ماما انت لسه صاحيه؟ طب ادعي لي يا ماما. تتكلم قرف. بقول لك ايه؟ اهي بقى اوراق بالجو، لحسن حد من صحاب المحل يطب عليا وانا بتكلم في التليفون. هتكلمي سيد؟ اه. هتخرجي؟ اه. يا اختي ما تاخديني معاك، هو انا ماليش نفسي اتفسح؟ وعشان ما بقاش عزول سيد يجيب معاه واحد صاحبه بس يستنضف. صحابه كلهم نضاف. اشرب لبس. طب خد الشويه دول بقى وقولي لي معناهم ايه. بالامس قبل القيلوله قد قلت لقائم بالخدمه في القاتل المقابل في القاعه القبليه، اعطيني قواعد ذات العطر والريحه، قطع عني لغايه دلوقتي، اتوحشتيني يا باهيه. يعني ايه؟ يعني بحبك وبموت فيه. لا مش يعني بحبك، لا يعني وحشتيني يا عسل، بس في شويه في الاول كده بس عشان الخبطك. اه بقول لك ايه، في حته دين فيلم في السيما النهارده، انما نار، عايزه ادخله بقى يا سعيد. هو كل يوم سيما سيما يا بت، انت ما بتزهقيش؟ طب وعهد الله انت عيله طاقه. طاقه؟ هو انا لو ما كنتش طاقه كنت عرفت واحد زيك؟ ما تخليها تمشيه في المعادي النهارده، نغير شويه. لا يا اخويا انت اخر مره زودتها قوي، وانا بخاف اما بتعمل الحاجات دي في الشارع. يا بنت ده انا اللي اخاف منك دلوقتي. بقول لك ايه؟ ايه اخبار البنطلون الاستريتش الاسود؟ انا اخوك بجد شافه؟ لا ما انا اصلي باخده في كيس بلاستيك والبسه عند البت انجيل، اما جبت حته دين واحد تاني احمر نار شبه بتاع البت شاكير. لا يا بنت اوعى تقولي كده، بنطلون احمر كده زي اللي بتلبسه شاكيرة؟ دي هتبقى ليله نار.
اوعى ايدك بالريموت كنترول. يلا بقى بس سايب. يلا بقى خنقتني. يوه يا سيد بقول لك ايه، انا هديك حق التاكسي، خد عايده وروح انت. تاكسي يلا، ده انت نت، ده انت بتديني مزد كون انت عمرك كلمتني. يلا بقى بس يلا. يلا بلاش لك يا حبيبي. يا سيد بصراحه انا خايف من المشوار ده، مش حب. ليه يا اخويا؟ عجبك كده يا سيد؟ طب والنعمه البت انجلنا شافت ريعه قبل ما رضيت تيجي، ده انا حتى قلت لها انك عايز تخطبها زي انا وسيد. ايه؟ اخطبها؟ اخطبها ده؟ لا عايده معلش ما تفهمنيش غلط، انا اخاف لحسن ميري تشوفني تقول عليا ايه؟ بصراحه سيد انا اخاف لحسن ميري، مش عايز اخون ميري. انا تخون مين؟ ميري. انت طالع عبيط ولا بتستعبط؟ ميري مين اللي تخونها؟ هو انت في بينك وبينها حاجه اساسا ولا دي مش معبراك؟ يالا فهمني بقى يالا، البت انجيل ديت عينيها منك من زمان والله. انا من انا؟ ايوه، ويا ما كلمتني عليك انا ما كنتش عايز اقول لك الموضوع ده بصراحه. ايه شافتني فيه؟ شافتك مره معايا وقالت لي مين الشاب الخطر اللي معاك ده؟ الشاب الايه؟ الخطر. الخطر؟ هي قالت خطر؟ لا انجيل دي ما تنفعنيش عايده. احنا نتحايل عليك ولا ايه؟ الشارع. ما تقول له يا سيد. طب والله 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 البت انجيل دي الخطاب بيقفوا لها طوابير قدام باب المحل. ايه رايك بقى وانا اللي بنظم الطوابير ديت؟ يلا بقى. ايه؟ يلا بقى. يلا ما تخلينيش اجرك من ايدك كاني واخدك ساعه من دار المسلمين ومرجعك. يلا مش هزار خطيبك. احسن تستاهل. بص على قطع الشرز. ما تخيل عليك ست سنين. يا راي حوالي اني مسافر. في حاجه زايد؟ لا يا اخويا مفيش حاجه. لا خالص. عايده انجيلو. مساء الخير يا جماعه. اهلا اهلا، قلتكم مليحه، نحبكم بالزاف. مضطرين من الزفل ده يا سيد. مش من الزفل، نحبكم بالزاف يعني نحبكم كتير بس بالجزائري. يلا 100 في العشرة. ايه دي الاخرى؟ 100 في العشرة يعني 100 في العشرة بس بالراس. صلى على النبي علينا وعلى الجزائر. ايش طالع؟ ايه بقى؟ وسمعونا حاجه، معاكوا الشرايط؟ سيد لا لا لا، خف على الراجل شويه، خف على الراجل ده لسه جديد. الف مبروك ابو عاطف. على ايه؟ الشرز دخل دماغها بجد سيد؟ الله. يلا يلا هنطلع على فين دلوقتي؟ نطلع كده على المانيال واخد بالك، نضرب ايس كريم وبعدين نطلع على المقطه نضرب نقطه كده في مدينه مصر. ماشي. انا كنت قلت لنا الشريط ده. قشطه. هو الشقه اللي انت حكيت لي عليها دي هنشوفها امتى؟ ولا احنا هنفضل مخطوبين كده بس يعني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. شقتي بس يا بنت اللي جايبه سيرتها دلوقتي، وده وقته؟ يبقى عبده كان عنده حق. عبده مين؟ سواق الميكروباص. ما هو اصله عدى علينا النهارده في المحل وقال لي يا عايده سيد بيتسلى بيكي، ما بيحبكيش، مش شريكي. تصدقي وتامني بالله انت ما هتهدي غير لما نعمل لك جريمه مع اللي اسمه عبده ده، عشان انا منبه عليكي 30 مليون مره اللي تتكلمي معاه، ولو وقف جنبك يكلمك في سكه تضربيه، ولو وقف معاك وتقولي له ما تخلينيش بقى نعملها معاكي بقى انت وهو عايده بقى. سيد والنبي بتحبني وبتغير عليا؟ ما بتسلاش بيا يعني؟ تسالي يا بت، هو في اكتر من كده جد؟ ده انا جد الجد يا بت، هفضل لغايه امتى اقول لك بحبك وبموت فيكي؟ انت يعني مش حاسه باللي في قلبي من ناحيتك يا بت؟ ده انا جد الجد و... سيد سيد سيد. يوه. عاطف. انا خايفه سيد. خايف يا ولا؟ احنا هندي لك حقنه، ما تقعد بقى بشرس امك ده في حته. سيد. لا بقى يا سيد، احنا مش جايين نقعد مع بعض ولا ايه؟ شفت بقى سيد وعايده بقى؟ هو ما بحبش بقى النظام ده، احنا جايين شله، نقعد شله ونمشي شله، انما نظام الفركشه واتنين اتنين مش حلو ده. لا انا طبعي كده انجيل، حتى في الشغل انا ما بحبش الحال المايل ابدا، انما بره الشغل برضه ما بحبش الحال المايل ابدا، احب اهزر بس بحدود يعني، وما بزودش في الهزار قوي، وبعدين في الشغل على طول بتخانق واعمل لهم قلق. ليه؟ لان احب اراعي ضميري قوي في الشغل، لما اعمل حاجه اعملها بضمير. كفايه خيالتني. كفايه. في الشغل يعني. تعال. في انجيل. تعال بس عايز اقول لك حاجه، ما تخافش. تعال. طب بس تعال. هنعمل ايه؟ ايه؟ اقعد هنا. هنقعد فين؟ طيب. انت مالك وراش كده؟ لا ما فيش حاجه. زي العربيه اللي بتقطع في السلانسين. عربيه ايه وسلانسين؟ انت ابوكي بيشتغل ايه؟ ميكانيكي. ربنا يوفقك. كويس، طب روح عشان يغير لي زيت، اصل العربيه عايزه. يا سيد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه المزيكا دي؟ المزيكا دي جايه منين؟ دي مزيكة الكومبي. كومبي؟ الله يا بنت التعيله طقه والله العظيم ثلاثه. لا استني بقى، في نغمه مختلفه. المزيكا التانية دي جايه منين بقى؟ دي ستيانه. اخرب بيت شيطانك. اوبا، لا في نغمه ثالثه مختلفه خالص بقى، انا عايز اعرف بقى دي جايه منين يا سيد. ده ال ايه؟ يا بنت ايه المزيكا اللي عندك دي كلها؟ انا هتجوز فرقه الموسيقى العربيه ولا ايه؟
روحي اوعى تغير المحطة. ايه ده سيد انت معاك راديو؟ لا عاطف ده التلفزيون. تلفزيون؟ ما تيجي انجيل نتفرج على التلفزيون. تعالى هنا رايح فين؟ هنتفرج على التلفزيون. التلفزيون ايه اللي تتفرج عليه؟ ما تتفرج عليا انا وانا احلى من التلفزيون. بس هنجيب اريال منين؟ وبعدين الصورة مش مظبوطة. ما انت حلو قوي بتقول نكت. ساعات. ياه. ايه؟ شعرك خشن قوي وانا بحب كده. لا انجيلا انا ما بحبش كده خالص. وقفاك ماله قفايا خشن برضو؟ لا ناعم قوي عالزيرو. هتشتربك عليه قبل كده؟ لا انضربت وانا صغير. ياه ده انت ابيض قوي. قشطه والنبي قشطه. لا ده انا من جوه ابيض ابيض بكتير.